تحيا الجزائر ترى مثلها شهداء كانوا رجال أكابر نشكرهم بالدعاء جابوا لنا الاستقلال حروها بالدماء خلوا نجمة وهلال على ميرفرف في السماء فيأخذ أمين رغيفين إلى إحدى الأرامل في حيه ورغيفين لجدته ثم يعود إلى البيت لاحظ التصميم ثم ارسم شكلا تقريبيا يبين الطريق الذي يسلكه إذن في بعض القيم في هذه الوضعية ليس كذلك؟ نعم إذن من يستخرج بعض القيم من هذه الوضعية؟ إحنا في هذه الوضعية بالذات دائما نلجأ إلى الواقع الواقع في المجتمع نعم أكرم صدقة مساعدة الأرامل حسنتي تعاون تفكير في الغير جد ونشاط الأم حسنت تعجل يوميا يعني هي التي تعجل يعني تحضر الخبز لأولادها للأسرة نعم اسمع صلة الرحم حسنتي أين تتجسد صلة الرحم اسمع زيارة الأقارب وهنا في الوضعية بالذات عبير الجدة كبار سنها إذا تحتاج إلى من يزورها ويعطيها شيء من التقليد الرغيف يعني نحافظ على تقاليدنا إذا هناك أيضا التراث والتقاليد نعم العلاقة بين الجار والجار إذا الرسول صلى الله عليه وسلم يوصينا على الجار إذا نعود إلى الرياضية ولدينا تصميم كما تلاحظون على الشطر الثاني من السبورة إذا هذه الوضعية صممتها بتقريبيا إذا هناك من يصل إلى السبورة؟ نعم رسم السبورة رسم خذ القلم الأحمر وبين كل الأماكن التي يكون فيها أمين اولا من اين يكون امين اولا في بيتي اين البيت ابي امين جيد اذا ضع علامه في بيت امين جيد اذا امين ينطلق من هذا البيت الى اين يذهب الى بيت الجده لا لاحظ معي في الوضعيه ماذا قالت الوضعيه يذهب الى بيت الارامل جيد ارمله ليس الارامل احدى الارامل تذهب إلى بيت الأرملة ثم يذهب إلى بيت الجدة جيد ثم يذهب إلى بيت الجدة بعد ذلك هل يبيت عند الجدة؟ لا إذا ماذا يفعل يعود؟ ثم يعود إلى بيته إذا الآن باللون الأحمر دائما أرسم المسار أو الطريق الذي يسلكه ما هو الطريق الذي يسلكه؟ لا ننسى من أين ينطلق؟ من هنا. إذا هاولا، لن ينطلق من هنا إلى أين يذهب؟ إلى بيت الأرامل. أرملة واحدة. إحدى الأرامل. نعم. ارسم المسار. ارسم الطريق. جيد. بين الطريق. نعم. جيد. لا هاول بيت. نعم. يتوقفون. ثم. يعطيها الرغيفين ماذا يفعل بعد ذلك؟ ثم يذهب إلى بيت الجدة. جيد أحسنت يا رسول. لا يذهب من بيت الجدة من بيتي؟ لا. هل ينطلق من نفس النقطة؟ لا. لا 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 يعود إلى البيت، لا يعود البيت، يذهب مباشرة إلى بيت الجدة. سلام من هنا. نعم، إذا ننطلق من هنا. لا من النقطة التي كان فيها. نعم مباشرة يعبر الشارع. ويذهب إلى بيت الجدة نعم ثم يتوقف هنا ثم ماذا يفعل بعد ذلك؟ ثم يعود إلى المنزل إذن هل توافقون رسيم؟ نعم توافقوا لكن أردت لو كان بيت أمين النقطة أ بيت الأرملة نقطة ب وبيت الجدة نقطة س ويسلك من بيت الأرملة إلى بيت الجدة أقصر مسلك أو أقصر طريق أقصر طريق
ماذا يفعل؟ ماذا يفعل غسيل؟ من يساعد زميله؟ بسرعة. أحسنت، يعبر على الحديقة العمومية، على الحديقة العمومية. إذا ماذا يفعل؟ يعبر الشارع ثم يذهب إلى بيت الجدة. جيد. ثم يعود إلى المنزل. يعود إلى المنزل. سيكون طبيعة الدرس. نعم. لا، لأن التصميم لا يكون بدقة متناهية. التصميم يكون تقريبي، لكن الآن سنرسم شكلا هندسيا يبين هذا التصميم. إذا على السبورة الأخرى ماذا نستعمل؟ مسطرة. هل هناك أبعاد؟ لا. لا. إذا ترسمون أو ترسمان أو تحددان البعد الذي تريدانه. إذا ننطلق من النقطة A. بيت أمين. نعم. وهنا النقطة B. نقطة B. ليس بهذه الطريقة على التصميم. ليس بهذه الطريقة على التصميم. إذا هل ذهب إلى النقطة؟ لاحظ التصميم، لاحظ التصميم. ليست هذه النقطة B. نعم، هي ليست نقطة B. أي نقطة؟ سنرسم مستقيم. نعم، لكن أي نقطة؟ لا بأس. هذه C. نعم، بيت الجدة. إذا النقطة C هذا على نفس الطريق، نفس الشارع. نقطة C. الجدة تسكن. نقطة C. ثم هل صحيح ما فعل زميلكما؟ لا. لا، يجب أن تستعمل كوس. يجب أن تستعمل كوس. استعمل السبورة. سبورة مخططة. لو لم تكن السبورة مخططة بيضاء، لو كانت بيضاء أو لو كانت السبورة الخضراء خشبية، هل تستعملان المسطرة؟ إذا ما هي الوسيلة؟ الكوس. إذا مهم 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 جدا. أيضا لاحظ، لو استعملتم المسطرة والنقطة هنا، هل تستطيعان ذلك؟ لا. إذا الوسيلة مهمة جدا، الوسيلة مهمة جدا لرسم أي شكل هندسي. يجب أن نختار الوسيلة المناسبة. لا بأس، لا بأس. مهم الزاوية القائمة. نحتاج إلى الزاوية القائمة. إذا الأبعاد، الارتفاع والقاعدة لا يهم، ما يهم لهما الشكل الهندسي والزاوية القائمة. جيد. ليس بالأيدي، بالمسطرة دائما. الكوس والزاوية القائمة التقاطع. أكمل الرسم. لا، لا يكفي الكوس. عين نقطة B. شكرا. إذا ما نوع هذا المثلث؟ مثلث قائم. أي الزاوية القائمة؟ ضع رمز الزاوية القائمة. الزاوية القائمة خارج الزاوية القائمة. شكرا. إذا تحصلنا على مثلث قائم.
مدرسة مشيت بها الطريقة؟ جيد، بسيط جدا، أليس كذلك؟ نعم. بسيط، إذا التصميم يبين ذلك، هذا تصميم تقريبي وراح نحصل على هذا الشكل الهندسي الدقيق، لأن الأشكال الهندسية يجب أن تكون دقيقة لأن استعمال الوسائل المناسبة تساعد على ذلك. ننتقل إلى الشكل أو المثلث، عفوا، ننتقل الآن إلى البرنامج الثالث. الجزائر ترى مثلها شهداء، كانوا رجال أكابر يشكرهم بالدعاء، جابوا لنا الاستقلال حروها بالدماء، خلوا نجمة وهلالها.